بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده في ماما في المطبخ. معاكم عزه جلال من الساعه 2 ل 3، والنهارده هنعمل وصفه حلوه جدا وسريعه وسهله ومعروفه ببلدها او في المحافظه بتاعتها، دمياط. اكله دمياطيه حلوه سريعه وزي ما قلنا بتتاكل وبيعتمدوها في الافراح في المناسبات عندهم. تعالوا نشوف النهارده هنعملها بطريقه بسيطه ازاي وسهله، مكوناتها سهله جدا. طيب معانا المكرونه على قد كميه الصواني اللي احنا عايزين نعملها، سلقينها 3 ارباع سوية يعني مستويه، تقدري تاكليها دلوقتي لو انت حابه. تمام كده، معانا زبده ومعانا كمان معلقتين ثلاثه من النشا، ومعانا سكر على حسب التحليه، ومعانا قشطه بلدي او كريمه بلدي حلوه كده من عند اللبان، تقدري تجيبي كريمه، وكمان معانا كريم شانتيه ومعانا فانيليا، واللبن بتاعنا اللي هو 2 لتر لبن. وكمان هكمل على المكرونة وانا بضربها في الخلاط شوية لبن حلوين كده عشان خاطر يبقى غنية وحلوة وطعمها حلو. ادي مكونات العزيزية، بسيطة جدا وسهلة، بتاخدش مننا اي وقت، بندخلها الفرن تاخد وش من فوق، تطلع حلوة جدا وما بتاخدش مننا اي وقت ولا مجهود. دايما بحاول اجيب لكم الوصفات السهلة والسريعة اللي احنا نعملها على طول كده في 5 دقايق ونحطها في الفرن. طيب اول حاجه انا عاملاها، حاطه اللبن بتاعي على النار عشان يسخن كويس جدا لحد ما ندرب مع بعض المكرونه في الخلاط مع شويه لبن. طيب انا بس يعني احتياطيا عشان ممكن اللبن كده ايه يسرقني ولا ايه فار مني على النار، شلته شويه من على النار لحد ما نكمل. تمام، هنجيب الخلاط بتاعنا ونبدا ننزل فيه المكرونه اهو، نمسك كده، موضوع سهل خالص وبسيط. اهم حاجه نسلق المكرونه كويس جدا ونحط لها نسبه اللبن مناسبه مع نسبه المكرونه، يعني نظبط الدنيا. تعالوا نشوف دلوقتي كده، دايما بحس ان المكونات بتتظبط مني على حسب ايديا او على حسب نظري للحاجه. بصوا المكرونه مستويه وحلوه جدا، انا حطينا عليها حبه صلصه هتبقى زي الفل اهو. طبعا انا مش حاطه عليها زيت ولا اي حاجه ولا ملح، دي مسلوقه بميه بس اهو. هناخد شوية شوية ونبدأ نشتغل فيها عشان الخلاط بتاعنا انتوا عارفين دايما بيكرمني كده ويعمل معايا واجبات. بسم الله، شوية لبن اهو، ونقفل ونبدأ نشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيل واحط شوية لبن كمان عشان خلاط يدور معايا. بصوا بقى انا عايزاها كده، ما تبقاش مضروبة كويس قوي وبريه كده وناعمة، لا انا عايزاها مخرزة كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان خاطر تطلع معايا زي ما انا عايزة. هشيل بس الزيادات دي اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا هو قوامه تقيل عشان انا لسه هنزله في اللبن. تمام اهو كده. تمام، هناخد اللي احنا ضربناه ده وننزله فين؟ في اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا قوامه تقيل جدا ومخرص كده، هو ده اللي احنا عايزينه. نجيب بس سباتيلا معانا، طبعا المكرونه عشان ما فيهاش زيت ولا فيها اي حاجه ماسكه معايا في ايديا اهو. نشيل كل الكميه دي ونحط تاني بدلها في الخلاط ونضرب تاني ونزود لبن اهو. ماشي، تعالي بس نروح كده، احنا شايلين حله من على النار فهناخد شويه تاني من المكرونه اهو. انا عايزه اعمل لكم الكميه كلها واوريكم انها بترمي وبتدي كتير، ولو عندك مناسبه هتبقى حلوه قوي. وكمان هنجرنش او هنحط لها شويه صوصات كده في الاخر هتدينا طعم حلو قوي، يعني احنا هنحرف في الوصفه شويه اهو. ونبدأ نضرب تاني. بسم الله، بس كده انا عايزة كده زي ما قلنا ما تبقاش ناعمة خالص. تعالوا بقى ننزل بقية الكمية هنا، ولو في حتة مكرونة ما فيش مشكلة، كده كده الحاجات دي كلها يعني بتتقطع بعد كده زي البسبوسة، فانت هتاكليها هي طعمها مش هيبان خالص انها مكرونه اهو. معلش بقى انا هبدا استخدم ايدي التانيه، انا مش عارفه الم اللي في الخلاط اهو. ننزل كده، وقبل ما نرفع على النار
نكون مقلبينها تقليبه حلوه كده. عايزه اقول لكم ان المكرونه فيها كميه نشا كتير، فاحنا هنخلي بالنا من كميه النشا اللي احنا هنحطها عشان خاطر احنا مش هنحتاج كتير. اهو يعني معلقه معلقتين بالكتير لو انت عامله كميه كبيره. بس كده ناخد بقى الخلاط بتاعنا ده كده نرجعه ورا اهو. تعالوا بقى نجيب مضرب ونبدا نقلب. نرفع بقى ايه الحله بتاعتنا على النار تاني اهو، نعلي النار لان احنا خلاص ايدينا هتبقى فيها. هنقلب بقى كده المكرونه مع اللبن. انا معايا هنا 2 لتر من اللبن ومعايا كيسين من المكرونه، تمام كده، دي الكميه اللي انا عاملاها. ونقلب كويس قوي لحد ما ندوب المكرونه مع اللبن، نفكهم مع بعض وبعدين نبدا ننزل بقيه المكونات. موضوع سهل جدا، مش مفهوش اي حاجه اهو. انا حاسه كده بتخريزه بسيطه خالص في اللبن وانا بقلبه، تمام، وهو ده المطلوب. خلاص حسيت ان كل حاجه دابت معايا، هبدا اضيف المكونات بتاعتي. اول حاجه هضيفها هناخد السكر بتاعنا ونبدا نحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عامله كميه كبيره فمحتاجه سكر كتير اهو. وهبدا اخد، مش نسيب الفانيليا للاخر، هاخد الكريم شانتيه بتاعي انزله عشان يدوب معايا كويس ويديني الطعم اللي انا عايزاه. ونقلب بقى، نقلب لحد ما هيدي معايا غلوه، هيبدا يتقل. اول ما هيبدا يغلي هيتقل معايا، هبدا ساعتها ادوب شويه النشا في حبه ميه او في شويه لبن واضيفهم. ما ينفعش نحط النشا كده واللبن بتاعي سخن، هتلاقيه كتل معاكي وهيديكي نتيجه مش حلوه خالص. اهو كده الشكل اللي احنا شايفينه ده، واحده واحده كده مع بعض. طبعا ريحه الكريم شانتيه طلعت مع اللبن حلوه قوي اهو. نسيبه، عايزه اقول لكم ملحوظه حلوه قوي، لما بنكون بنعمل حاجه على النار فيها نشا يفضل ان احنا نسيبها دقيقتين، هتلاقوها بدات تجمع وتتقل. طول ما انت بتقلبي عمليه الربط بتبقى اصعب، تمام كده. طيب في ايه معانا تاني؟ معانا القشطه. انا هنزل كده حبه حلوين من القشطه وهسيب جزء برضو اقول لكم هنعمل بيه ايه في الاخر. ونقلب. عايزه معلقه صغيره او كبشه او صغيره، نعمل ايه، اهو نشيل اي شوائب كده دي موجوده في السكر اهو. تمام ماشي. احنا معانا اي تليفون؟ الو يا ملك، صباح الفل والهنا والسعاده على قلبك، ايه الاخبار؟ صباح النور يا شيف، وحشتيني جدا. حبيبه قلبي تسلمي. والله وحشتيني كتير جدا جدا. وانت كمان يا قلبي، ربنا يخليك. وحشاني يا شيف قوي، انت عامله ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. قولي لي، بتحبي العزيزيه؟ دقتيها قبل كده؟ جربتي تعمليها؟ نعم. عملتي قبل كده العزيزيه ولا لا؟ لا ما عملتهاش. ماما بتعملها بس انا ما بحبهاش. طب ليه بقى ما بتحبهاش ليه؟ لا لا انا ما بحبهاش. انت وحشاني جدا يا شيف، عامله ايه؟ حبيبتي ربنا يخليكي زي الفل الحمد لله. كنت عايزه اكلمك لما طلعتي صوت معاكي بس انا ما قدرتش اكلمك. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليها لك ويبارك فيها. حبيبتي ربنا يخليكي ويبارك في عمرك يا رب، ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. هجيبها لكم تاني بقى ان شاء الله. ماشي يا قلبي، شكرا لاتصالك. بصوا انا نقلتها قدامي كده عشان يبقى سهل عليا ان انا اقلبها وان انا اديها ايه التقليبه، لان انا برده مش عايزاها تكتل معايا. طيب من هنا لحد ما تلم كده هنعمل ايه؟ هنحط بقيه المكونات بتاعتنا. هناخد النشا بتاعنا، عايزين حاجه نقلب فيها النشا. ها ماشي، ناخد بوله صغنونه من اللي قدامنا اهو، تمام، وناخد شويه نشا، عايزين معلقه، معلقه صغيره. معانا اسماء ونقول الو يا اسماء. الو يا اسماء. طب ارجعي كلمينا تاني يا قلبي، شكرا لاتصالك. هناخد كام معلقه نشا صغيرين، عشان انا باخد معلقه صغيره فانا هحط 4 معالق صغيرين، تمام كده. طب هي دي مش هتكفي، يبقى نعمل ايه؟ ناخد اسماء. الو يا اسماء. الو، اهلا وسهلا، صباح الفل. صباح النور، عامله ايه؟ وامريني يا قلبي. تسلمي على كل حاجه بتعمليها. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. قولي لي يا قلبي، ليكي اي طلبات؟ عايزه اخزن ملوخيه، عندي كميه ملوخيه عايزه اخزنها. حاضر، هقول لك حالا. حاضر، شكرا لاتصالك يا قلبي. طيب الملوخيه احنا بنجيبها بنغسلها كويس جدا مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما تبقى تمام معانا، ما فيهاش اي رمله، ما فيهاش اي طين من بتاع الارض ده،
وخلاص كده تمام. بنصفيها حوالي نص ساعة، بننزل أي مية زيادة فيها، وبعد كده بنضربها في الكبة. لو انت مش بتخرطيها على ايديكي، بتخرطيها على ايدك، بتعمليها زي ما بتعمليها كضرب يعني او تخريط. وبعد كده بتنزليها في، يعني لو انت عاملة كيلو مثلا، بتنزليها في كوباية شوربة صغيرة، تفكيها بس، وبعدين تسيبيها تبرد تماما، وتحطي لها شوية بيكنج باودر كربوناتو. تمام؟ ادي ايه دي؟ بتكلم عن الملوخية. وبعدين نسيبها تبرد تماما، وبعدين نبدا نكيسها كده على قد الحله او على قد الاطباق اللي احنا عايزين نسويها بعد كده لما نطلعها من الفريزر. بس كده سهله وبسيطه، فيهاش اي حاجه، بتطلع بنفس اللون وكل حاجه. بس احنا حطينا النشا وبنقلب. هحاول تمام. هنطلع فاصل صغير عشان هم عايزين فاصل. قبل ما نطلع فاصل هعمل ايه؟ هاخد قطعه زبده صغيره كده اهو اهو، عشان تديني لون حلو في الفرن، وفي نفس الوقت تديني طعم جوه الوصفه نفسها. هنطلع فاصل صغير خالص، مش هعمل اي حاجه، لان انا هفضل اقلب فيها لحد ما نرجع من الفاصل. هوريكم قوامها ونصبها مع بعض بعد الفاصل. ورجعنا من الفاصل، وزي ما انتم شايفين بنقلب لسه لحد ما تربط معانا. هي واخده كميه نشا حلوه قوي، بس ما شاء الله ما شاء الله الكميه كتيره، فعشان كده احنا واخدين وقت فيها شويه. طيب هنعمل ايه لحد ما خاطر ما تربط معانا؟ ناخد تليفون، وكمان هنسيح الزبده اللي احنا هنسقسق بيها الوش. طب المفروض نسقسق بيها الوش امتى؟ بعد ما بتهدى خالص، يعني تبدا تخش كده انها تبرد، نبدا نسقسقها كده بشويه زبده، وبعدين نحط عليها رشه سكر عشان خاطر تدينا وش مقرمش وحلو ولون حلو. طيب معانا استاذ حسين على التليفون، ونقول الو. الو، يا مساء الفل يا شيف. مساء الهنا، اهلا وسهلا، عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله زي الفل، ايه الاخبار؟ الحمد لله، مساء الحاجات الحلوه والحلويات يا شيف علي. تسلم، ربنا يخليك، ربنا يخليك. قول لي بقى، بتعمل الوصفه دي وبتحبها ولا ايه؟ في كتير مننا ما بيحبهاش. لا لا، جميله، لا بحبها، بنعملها وزي ما حضرتك بنعملها بزبده وسكر كده زي ما حضرتك قلت من شويه. على الوش كده، بنحطها على الوش عشان تدينا وش حلو. صح كده؟ ايوه يا فندم، ايوه صح. ماشي، ربنا يخليك يا استاذ حسين، والله ما تحرمش من سؤالك ومن اتصالاتك على طول. مالكش اي سؤال، اي طلبات نعمله مع بعض؟ نعم يا فندم. مالكش اي طلب نعمله مع بعض؟ عايزين الكريب يا شيف كده. من عيوني، حاضر، انت تؤمر. عايزه حلو ولا حادق؟ الاثنين يعني. الحلو انت بص بقى. الاثنين. حاضر، من عيوني، حاضر، انت تؤمر يا استاذ حسين، شكرا لاتصالك. طيب احنا مستنيينها. طب من هنا لحد ما هي تربط او تجمع، انا مش عايزه اعطل نفسي واقف على حاجه. ينفع يا استاذه ياسمين نروح للعصير؟ ايه رايك؟ ونتابع برده، خليكم معايا لحد ما هي ايه تاخد اول غلوه، هنشيلها من على النار. انا مش عايزاها ماسكه قوي، انا عايزاها برده سايبه عشان لسه هتخش الفرن وهتمسك معايا تماما. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى العصير بتاعنا النهارده اللي احنا متعودين عليه نعمله سموزي في عز الحر ده، هنعمله ازاي. المنيو هينزل معانا على الشاشه حالا، وانا هقول لكم واحده واحده هنحط ايه فيه. معانا اللبن، ومعانا الموز بتاعنا النهارده اساس الوصفه، معانا علبتين من الزبادي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، لو هتعملي قليل تحطي كوبايه واحده بس، معانا التلج، ومعانا كمان صوص كراميل، ومعانا ايس كريم. طيب نقدر نضيف ايه على الوصفه دي؟ نقدر نضيف شوفان، هيبقى حلو جدا معاها وهيدينا قيمه غذائيه حلوه قوي. تقدري تضيفيه وتقدري ما تضيفوش. تعالوا بقى نمشي مع بعض كده واحده واحده لحد ما تكتبوا المكونات، او تاخدوها كده تنقلوها. انا هقلب برضو العزيزيه بتاعتي لحد ما انتوا بصوا بدات تتقل من تحت اهي، فاديها تقليبه صغيره لحد ما تكتبوا المكونات بتاعتنا. طيب دايما بعمل العصير بتاعي وبحطه دايما ساقع. طب ليه؟ عشان خاطر احنا في عز الحر ده بنبقى محتاجين حاجات ترطب علينا. مجرد ان احنا بننزلها من الخلاط ونصبها في الكوبايات، بتلاقوا التلج ده ساح او ما بقاش ساقع ومتلج
زي ما احنا متخيلين ان احنا هناكل حاجه متلجه فهتوجع سناننا او مش هتبقى صحيه على اولادنا انها ممكن بعد الشر تجيب لنا برد او اي حاجه. لا، في عز الحر ده احنا بناخد حاجه ساقعه يعني بترطب علينا، بس مش بتبقى متلجه بالحجم اللي انتم متخيلينه. تعالوا بقى نروح مع بعض كده للخلاط. هنحط اول حاجه الثلج بتاعنا، وهنحط الزبادي. انا معايا هنا علبتين زبادي، تمام. وهنحط اللبن حبه حلوين كده. طيب هنقطع الموز بتاعنا. طيب انا عايزه السكر، انتوا خدتوا مني السكر. العسل ماشي، نعمله بالعسل مع اننا شايفه ان العسل السكر هيبقى افضل بالنسبه لي. ماشي، معانا تليفون. يلا ام جنات، اهلا وسهلا. الو، اهلا وسهلا يا ام جنات، ايه الاخبار؟ ممكن توطي التليفون وتسمعيني من التليفون؟ الحمد لله. ازيك يا شيف عزه؟ الحمد لله يا حبيبتي. وطي التليفزيون واسمعيني من التليفون. سامعاني يا قلبي؟ انا سامعاكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ اتفضلي. الحمد لله يا قلبي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله يا قلبي زي الفل. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله. عاملين ايه في الحر ده؟ كويسين الحمد لله. الحمد لله يا قلبي. قولي لي، ليكي اي طلبات؟ كنت عايزه اعرف طريقه البشاميل. حاضر، عملناه ونعمله ونقوله كمان من عيوني. حاضر، شكرا لاتصالك يا قلبي، مع الف سلامه. طيب تعالوا بقى كده نشوف مع بعض. انا عايزه اقول لكم، انا عايزه اروح بس اقلب تقليبه، معلش لازم تبقى عين هنا وعين هنا وايد هنا وايد هنا اهو. بصوا خلاص هي بدات تتقل معايا، مجرد ان احط الموز بس واضرب ضربتين كده هرجع على طول اصبها في الطواجن بتاعتي او في البايركس بتاعي. هنقطع كده اهو، تقلت كده ولفت معايا، وانا هو ده اللي انا عايزاه. انا عايزه كمان موزايه اهو، سريعا كده نحطها مع بعض. ولو في تليفون يا ريت ناخده قبل ما نشغل الخلاط. هناء من القاهره، الو. الو، صباح الهنا والسعاده، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ عامله الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ منوره الشاشه. كله زي الفل الحمد لله، ربنا يخليكي، اتفضلي. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي لي. انا كنت عايزه رجاء منك بس ما تنزلي، ما تعملي اي وصفه تحاولوا تنزلوا لنا المقادير كذا مره، مش ساعه ما حضرتك تعملي الوصفه وخلاص. حاضر، لان ساعات بنبقى داخلين ما متاخر شويه فما إيه. تمام. من العين دي قبل العين دي طبعا، انت تأمري. طيب عايزه تعرفي ايه دلوقتي معايا وانا اقوله لك. العزيزيه اللي حضرتك بتعمليها دي انا مش عارفه ايه المقادير بتاعتها. حالا دلوقتي هخلص العصير وانزل لك المكونات تاني ونقولها مع بعض تاني. انت تأمري يا قلبي، شكرا لاتصالك. تعالوا بقى نضرب بسرعه كده اهو. نحط العسل بتاعنا عشان احنا ما حطيناهوش. احنا ضربنا كده ضربه، ايه، نحط العسل بتاعنا ونكمل ضربتين اهو. هو ده العسل اللي احنا ايه هنتغلب لحد ما ننزله ده العادي. ها، نعمل كده، اسرع حاجه في الدنيا، نعمل كده وهنحتار برده اهو. ايوه كده، السرعه في الاداء مهمه. بس كده، حلو قوي. يلا بينا نضرب بقى ضربه ونروح للعزيزيه اللي انا قلقان عليها، عارفين قلبي معاها. بس كده، تعالوا بقى نرجع الحاجات دي بسرعه لورا اهو. نجيب الشوب بتاعنا فين؟ كوبايه اهي، نحط على طول العصير بتاعنا. ممكن نعمل ايه عشان انا هحط كراميل، والكراميل بيمشي جدا مع الموز ومع الايس كريم، فهعمل كده. ده شوكليت، ماشي. انتوا ضحكين عليا ضحكين عليا يا شباب. طيب هاخد كده العسل اهو، يبقى كده ايه، شوب كده وشوب كده اهو اهو. صوت انا عندي سويت في الكنترول اهو. هتشوفوا الكوبايه ما تتحط وخلاص، تتعبوش نفسيكوا كده. ايوه، اشيل لك الايس كريم. حاضر اهو، نبدا نصب بقى. بص العصير قوامه عامل ازاي، تحفه، بسم الله ما شاء الله، تحفه وطعمه يجنن اهو.
بس كده. انا عملت الكميه كلها عشان كلنا نشرب بعد الهواء، لان احنا بنبقى كلنا عطشانين وحرانين وجايين من بيوتنا كده محتاجين حاجه ترطب علينا. طيب تعالوا بقى نشوف العزازيه كده سريعا. بصوا هو ده، بصوا القوام ده، ولا منه تقيل قوي ولا منه فاكك اهو، بصوا مخرص كده وتقيل وحلو جدا. انا في المرحله دي هشيلها من على النار وابدا احطها في الصواني بتاعتي عشان يلا بينا المقادير بتاعتنا تنزل حالا. اهو ارجع بس حاجتي ورا واجيب الايه الصواني بتاعتي اللي انا هشتغل فيها. اهو حاضر حاضر حاضر. يلا معانا المقادير على الشاشه، لحبيبه قلبي اللي طلبت المقادير تصورها معانا حالا. وكمان هنحط شويه الفانيليا لان احنا ما حطيناهمش، بحطهم في الاخر خالص قبل ما اطفي النار واديها تقليبه عشان احتفظ بطعمها وما تمررش معايا. بس كده اهو، بس كده القوام حلو جدا وهيطلع ماسك وحلو زي اتقطعيها زي البسبوسه بالظبط. ممكن بقى انقلها يا استاذه ياسمين؟ يلا بينا. بسم الله يلا هنحطها ونطلع فاصل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا. انا هجي بس كده اشيل دي كده نظبط دنيتنا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا قوامها عامل ازاي، هو ده اللي احنا عايزينه. بس كده كده بالنسبه لي هنا الصينيه دي كفايه جدا. اهو هناخد صينيه تاني معايا هنا اهو، اشيلها يا استاذه ياسمين نشتغل مع بعض في واحده تانيه. اهو حط صينيه تانيه بايركس ونصب فيها بقيه الكميه ونظبط دنيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اهو يلا نزلنا كل الكمية، عملنا من الكمية اللي احنا عملناها صينيتين كبار. تمام كده اهو. هنعمل ايه بعد ما نخلص كده دنيتنا ونسيبها تبرد زي ما قلنا ترتاح تماما؟ هنجيب شوية زبدة مسيحينهم وهنعمل كالآتي. طلعوني فاصل وانا بعمل اللي انا بعمله ده، هيبقى متاح بالنسبة لكم. اللي انا هعمله ده هيطبع معايا عشان خاطر اللي لسه ما مسكتش معايا. انتوا يفضل ان انتوا تسيبوها حوالي 10 دقايق على الاقل تعمل وش عشان تقدروا تدهنوا الزبده بتاعتنا او السمنه البلدي بتاعتنا، وبعدين تقوموا حاطين عليها السكر. بصوا كده ممكن تجيبينها يا استاذه ياسمين، وزي ما قلت لكم هتطبع معايا عشان انا لسه سخنه، المفروض انها تبقى عملت رق كده عشان تمسك فيها الزبده من غير ما تعمل حاجه. فانا هحاول ارش كده بسيط من غير ما اجيب ايدي عشان خاطر ما ابوظش الشكل بتاعها. اهو تمام كده. يلا بينا بقى هرص شويه السكر على الوش وادخلها الفرن. نرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض. ورجعنا من الفاصل وزي ما انتم شايفين، تعالوا معايا كده على الفرن بعد اذنك يا استاذه ياسمين. تعالوا نشوف دخلناها الفرن عملت ايه بشويه القشطه اللي شلتهم، عملت ايه بشويه السكر اللي رشيتهم، شويه الزبده اللي حطيناهم على الوش حطيناهم زي ما قلنا لازم نسيبها 10 دقائق تهدى خالص، وبعدين نبدا ندهنها كده بالزبده، وبعدين يليها السكر نرشه كده، وشويه القشطه اللي احنا شلناهم نقوم حاطينهم كده على الوش. هيديني طبقه حلوه جدا وهيديني طعم عالي قوي مع اللي احنا حطيناه من جوه العزيزيه، وهتبقي عملتي احلى صينيه عزيزيه كده. تمام جدا. وعملنا مع بعض العصير الخطير، ومعانا النهارده الدكتوره مي منوراني ومشرفاني في مطبخي، هتقول لنا على روت حلوه عشان ناكل كل الحاجات اللي بنعملها دي. معانا نشويات النهارده، معانا البان، معانا قشطه، معانا سكر، معانا كل حاجه نقدر نبوظ بيها الدايت ونقدر نبوظ بيها وزننا اللي احنا بنبقى بنتعب كتير قوي عشان ننزل نص كيلو على الاقل. اهلا بك. ازيك يا زوزو عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. تسلم ايديكي، حاجات حلوه قوي قوي بجد، خطيرة. بس احنا عندنا بقى ايه مشكلة قد كده، يعني مشكلة بصراحة قد كده. موضوع ايه؟ السعرات الحرارية الكتيرة اللي جوه الوجبة بتاعتنا النهاردة. طيب احنا دلوقتي وزننا زيادة وعايزين ان احنا نخس او ننزل وزننا. تمام. محتاجين ان احنا نخس مثلا 30 40 50 كيلو. صح. احنا وزننا اوفر ويت، هنعمل ايه؟
هناخد كورس الحظ النهارده، عايزين نتكلم مع الناس على مشكله السمنه والاضرار اللي بتيجي مع السمنه او المشاكل الصحيه اللي بتكون مصاحبه لمرض السمنه، لان السمنه مرض وليس عرض. احنا بنتكلم في مشاكل صحيه كتير بتواجهنا نتيجه ان احنا عندنا سمنه او وزن زياده. طيب انا ازاي اقدر ان انا اتخلص من المشكله دي وما احرمش نفسي من الحاجات الحلوه دي وانا باكل الحاجات دي؟ صح. يعني انا يعني ما ينفعش اطلع مع زوزو وهي عامله اكل حلو ومجهود حلو جدا والاكل ريحته تحفه واقول ايه هنعمل دايت، او ما تاكليش معلش الحاجات دي وكلي تفاحيه وعلبه زبادي. مستحيل. النهارده مع كورس الحظ هنقدر ناكل كل انواع الاكل باختلاف الانواع، سواء حلويات سواء سكريات سواء نشويات حاجات مقليه، مفيش اي مشكله. لكن ان انا النهارده عايزه اكد ان انا هخليك تاكل بكميات قليله. ازاي بكميات قليله؟ مع الكبسوله اللي موجوده معايا النهارده في بوكس الحظ. طيب الكورس بتاعنا النهارده مكون من ايه وليه اسم بوكس الحظ؟ بوكس الحظ النهارده متسمي كده لان النهارده الكبسولات اللي موجوده معايا جوه العرض فيها تقنيات النهارده زياده وتقنيه عاليه في تفتيت الخلايا الدهنيه الصعبه. يعني الناس اللي وزنها معدي 150 كيلو، احنا النهارده بنخاطب اصحاب الاوزان العاليه، الناس اللي وزنها اوفر ويت اللي محتاجه تنزل اوزان كبيره ومحتاجه فعلا كبسوله قويه جدا جدا في تفتيت الخلايا الدهنيه، احنا مقدمين ده النهارده. حلو. في الكبسولات اللي نازله معايا جوه العرض، ولسه النهارده معانا هدايا ومعانا خصم حلو جدا. يلا بينا. طيب كورس تاني مكون من ايه النهارده؟ اسم الكورس زي ما قلنا بوكس الحظ. بوكس الحظ النهارده كبسولات اساسيه، علبه كبسولات ده الاساس بتاعي. علبه الكبسولات دي انا حط عليها النهارده كمان علبه كبسولات زياده، علشان النهارده الناس اللي محتاجه تنزل مش اقل من 30 كيلو يكون معاها عرض يكفيها مده الشهرين، شهرين كاملين. يعني كل علبه تكفي معايا شهر كامل. العلبه الواحده تنزلني قد ايه؟ تنزلني من 12 ل 15 كيلو في خلال 30 يوم. يعني انا معايا في العرض ده 30 كيلو نزول وزن باذن الله كده. 15 في 15 طبعًا. كل شهر 15 كيلو. الاساس بتاعي النهارده اللي انا مقدماه جوه بوكس الحظ علبه كبسولات قويه مزدوجه عشبيه. حط عليها ايه تاني؟ علبه كبسولات زيها هديه مجانيه. طيب حاطين ايه تاني النهارده على العرض بتاعنا؟ حط هديتين النهارده مميزين جدا جدا لكل الناس اللي عايزه تغير حياتها، شكلها يبقى احسن، وكمان تشد الجلد وتعالج مشاكل الشعر لو حابه. كريم السليولايت بجزيئات الذهب وبيوتين الشعر، دول هديتين النهارده نازلين معانا على الكورس بتاعي. يبقى انا النهارده هاخد كبسولات وعليها علبه كبسولات هديه وعليه كريم النحات بجزيئات الذهب. يعني الناس اللي عندها سليولايت، عندها ترهلات في الجلد، عندها كرمشه، عندها مشكله البطن او الذراعات، كل ده هينزل مع الكريم. وبيوتين الشعر النهارده نازل هديه لكل الناس اللي بتعاني من مشكله الشعر. اي حد عنده تساقط في الشعر، فراغات فروه الراس، الشعر هايش، في خشونه، كل الكلام ده بيتحسن تماما مع الكورس اللي انا مقدماه وبيوتين الشعر. لان معروف ان البيوتين بيساعد على افراز ماده الكرياتين اللي هي بتحسن كل مشاكل الشعر. يبقى احنا كده الكورس بتاعنا علبتين كبسولات، الكبسولات دي لوحدها الاساس بتاع الكورس اللي هتنزلك مش اقل من 30 كيلو، وعليها كريم النحات وعليها بيوتين الشعر. يعني النهارده كورس كامل متكامل ما فيهوش اي حاجه ناقصه ممكن احتاجها. حلو قوي. طيب من خلال الصفحه اللي هتظهر معانا على الشاشه دلوقتي ومن خلال ارقامنا الموجوده كمان اللي ملناش ارقام اي رقم تاني غير الموجود معانا على الشاشه، وكمان معانا خدمه الواتساب، تقدري تطلبي الكورس النهارده، كورس الحظ بوكس الحظ. بوكس الحظ النهارده الكورس بتاعنا لكل الناس المحظوظه ان شاء الله اللي هتاخد خطوه تغيير الحياه. طيب احنا بنحاول ان احنا نوفر يعني زي ايه ما الناس طلبت اكتر من وسيله علشان نقدر نوصل بيها للفريق الطبي. الصفحه موجوده على الشاشه والارقام طبعا دي اسرع حاجه، وعليهم كمان كل رقم عليه خدمه الواتساب. حلو. فانت عشان تلحق العرض دلوقتي على طول تكلم الارقام، رقم مشغول كلم رقم تاني. طيب ما لقيناش الارقام متوفره انها ترد والارقام مشغوله، نقدر نسيب اي مسج باسم الكورس على الواتساب، يبقى كده احنا حجزنا الكورس مع بعض. بالظبط، يبقى كده الواتساب او الارقام او الصفحه بتاعتنا. تمام. طيب انا النهارده عندي شهيه عاليه. الناس دلوقتي اللي وزنها زياده حاجه من ثلاثة، يا اما عندهم شهيه عاليه فهم بياكلوا بكميات كبيره جدا جدا جدا، او انا بحب الحلويات قوي، او عندي شراهه مثلا للحاجات المقليه او للمعجنات، فدي اول مشكله الشهيه العاليه. تاني حاجه حد الحرق بتاعه مش شغال او الحرق بتاعه ضعيف، عنده مشكله في الغده الدرقيه، الحركه بتاعته قليله، عامل استئصال للمراره، عامله استئصال للرحم، الحاجات دي كلها بتقلل لي الحرق جدا. اخر حاجه السمنه الوراثيه اللي الناس بتكون متخيله ان هي لو عندها سمنه وراثيه مستحيل تنزل. الثلاث مشاكل دول الشهيه العاليه والحرق الضعيف والسمنه الوراثيه حلهم النهارده جوه بوكس الحظ.
ليه بنقول بوكس الحظ؟ لان احنا من وقت للتاني بننزل بكبسولات قويه فيها تقنيه عاليه جدا في تفتيت الخلايا الدهنيه. فانا لما بنزل بالكورس ده بيكون فعلا كل مثلا 6 شهور نقدر ننزل بكورس فيه نوعين كبسولات اقويه عشبيه ذكيه مزدوجه. العلبتين دول النهارده فعلا اللي هياخدهم محظوظ. ليه؟ لان انا ضامن في جيبي ان انا اقدر ان انا انزل 30 كيلو في وزن، هقفل الشهيه، هرفع معدل حرق الجسم، هكسر لك الخلايا الدهنيه. انا عايزه اقول لك منطقه البطن بالكرش بالجناب عامله مشكله رهيبه للستات والرجاله. دي حقيقه، يعني مش بس السيدات، الرجاله طبعا 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 دايما بيعانوا من مشكله الكرش والبطن دي. اول حاجه بنبدا نلاحظ فيها نزول من اول 10 ايام. صح. مع ان منطقه البطن من اصعب المناطق اللي بتنزل معايا، ولو حد عامل دايت ممكن يخس وتفضل عنده لسه منطقه البطن ما نزلتش. صح. لكن احنا النهارده بنوعد الناس ان انت التخسيس بالضمان نتيجه من اول اسبوع، وكمان انت بتلاقي الاماكن اللي فيها تجمعات دهون بتنزل معاك من اول 10 ايام ومن اول اسبوعين. يعني الكبسوله بتعمل لها تكميم طبيعي للمعده، فبتاخد حيز كبير من المعده، فيفضل لنا حاجات بسيطه جدا نقدر ناكل بيها، ما نحرمش جسمنا، ما يبقاش في عمليه هجوم على الجسم، او بيفكر الجسم على طول ايه ده انا بعمل دايت فلا انا هحارب الموضوع. لا، دي حاجه كلها من خلال المعده، ما لهاش علاقه بالمخ خالص. فاحنا بنلعب على منطقه البطن، يعني تكميم طبيعي زي ما قلنا في اول الكلام. فدي حاجه كويسه جدا، تقدري تاخدي ال 60 كبسوله كده. 60 كبسوله النهارده بتنزلنا حوالي 30 كيلو في الشهرين. حلوه. طيب خليني برضو اكد على نقطه انت لسه قايلاها، موضوع ان انا دلوقتي ماليش دعوه بموضوع المخ، لان عايزه اقول لك ان ناس كتيره بتاخد كورسات مجهوله المصدر، هم مش عارفين هم واخدينها من مين اصلا ولا مين الدكتور. صح. بياخدوا منتجات مش معروف مصدرها ايه، ويلاقوا مشاكل صحيه، وطبعا مفيش نزول في الوزن، ومفيش متابعه طبيه زي عندنا كده، ان احنا معانا المتابعه الطبيه مجانا من اول لحظه بتاخدي فيها الكورس لحد ما بتخلصي، فدي اهم حاجه. ومعانا كمان الشحن مجانا. وعايزين نشوف مع بعض تاني الصفحه على الشاشه، ارقام التواصل، عشان اللي حابب يطلب على طول كورس الدكتور مي على طول يتواصل من خلال الارقام الموجوده معانا، الارقام او الواتساب او طبعا البيج. حاولوا تصوروا الصفحه عشان تتاكدوا ان انتوا واخدين فعلا الصفحه الاصليه اللي تقدر توصلك للفريق الطبي الاصلي. طيب الكورس بتاعي ليه مميز وليه نتيجته مضمونه، وازاي انا ابقى واخد الكورس وانا مطمن؟ مبدئيا الكورس بتاعنا مكوناته كلها طبيعيه. يعني ايه؟ يعني علبه الكبسولات اللي فيها 30 كبسوله اللي انا يوميا هاخد كبسوله مع الفطار، الكبسوله دي اصلا كلها اعشاب طبيعيه، مانجو افريقي، توت بري، فواكه استوائيه، مدعم بفيتامينات وبحديد وبكالسيوم وبمعادن جسمي بيكون محتاجها فتره التخسيس. فدي اول حاجه، انت واخد حاجه امنه بيعوض جسمك عن الحاجات اللي احنا بنبقى محتاجينها في فتره الدايت عامه. بالظبط. ده غير ان انا اصلا في الفتره دي ما بكونش حارمه الجسم من حاجه، يعني بدخل جسمه كل العناصر الغذائيه. مش بقول لك هتعمل دايت فانت هتاكل مثلا فاكهه وخضروات بس، ومنعلي بقى النشويات، فانا حرمت جسمك من نوع معين او عنصر غذائي معين انا محتاجه. انت بتاكل كل انواع الاكل اللي انت عايزها واللي جسمك بيكون محتاجها من غير دايت ومن غير حرمان، لكن انا تلقائيا بقفله الشهيه بنسب معين بالكبسولات بتاعتي. بالظبط كده. فلو المعده حجمها كبير انا بدخل لك الالياف جوه المعده عن طريق الكبسوله، تبدا ان هي تنفش في المعده فتاخد لك حيز كبير كده حوالي جزء 8%. بالظبط. وتسيب لي جزء صغير حوالي قد ايه؟ 20% من المعده فاضي. كل فيهم كل انواع الاكل اللي انت عايزه. كورس النهارده بتاعنا مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء، بنقعد سنين شغالين على الكورس بتاعنا، بنلاقي حالات كتيره جدا جدا الحمد لله. وعايزه اكد على النقطه دي، احنا طبعا الكورس بتاعنا مبدئيا بيوصل لكل المحافظات، توصيل مجانا لاي محافظه، عشان الناس اللي بتكون قلقانه ان انا في محافظه بعيده انا ازاي هيوصل لي الكورس، هيوصل لك في اي محافظه انت فيها. وكمان المفاجاه ان الشحن مجانا، يعني مش هدفع ولا جنيه في مصاريف الشحن لاي محافظه انت فيها. فاحنا بقالنا سنين شغالين على ده، وشغالين ان انا الكورس بتاعي نتيجته ما تقفش قدام اي حاله ايا كانت. طب بما انك جبتي بنسبه ان الحالات بتبقى متفاوته في الاوزان، عايزين نشوف مع بعض دلوقتي حالات قبل وبعد، ونشوف كان وزنهم ايه وبقوا ايه. طبعا احنا هنا بنتكلم في جسم كله مليان دهون، البطن، الارداف، الدراعات، فاحنا عايزين هنا ننسف كل الدهون الصعبه دي. سنها كان صغير، هي سنها مش كبير، لكن السمنه بتاثر جدا 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 على شكل الجسم وعلى الحاله الصحيه وعلى الحاله النفسيه. طيب نزلت معانا هنا قد ايه؟ 29 كيلو في خلال شهرين. فانا لما انزل الوزن ده مع النحت الكامل للجسم، ان انا نزلت لها الاماكن اللي فيها تجمعات دهنيه، الناحيه الثانيه بقى بعد ما خست
ستايل اللبس اتغير، لابسه البنطلون شكله عليها متناسق، مفيش بقى ترهلات في الجسم، مش خست مثلا ولسه عندها مشكله الكرش او البطن، لا ده كانها عملت عمليه نحت. دايما يا دكتور بحس ان الصوره دي مع ان هي هي وانا متاكده غير دي خالص، تحسيها بني ادم تاني. بصي انا عايزه اقول لك هي بعد ما تنزل وزنها الحاله الصحيه بتبقى احسن، حركتها احسن، الحاله النفسيه، الثقه في النفس بترجع تاني، بتغير ستايل اللبس، فبتحسي ان هي شكل تاني، بتغير ستايل لبسها، تبقى متحمسه ان هي تلبس الوان فاتحه، حاجات شكلها حلو، تقدر تلبس بنطلون، تلبس فستان شكله حلو. ليه؟ لان هي شكل جسمها اتحسن، بقت بني ادمه طبيعيه، جسمها او الوزن بتاعها متناسب مع سنها. فاحنا بنأكد ان ايا كانت الحاله، لو انت جسمك معدي ال 150 كيلو وزنك كبير، او لو انت وزنك 80 90 كيلو مثلا عايز تنزلي 10 15 كيلو، بس لو عندك منطقه معينه في الجسم هي اللي فيها مشكله، زي مثلا منطقه البطن، الناس اللي بتجيلي اغلبها بتقول لي انا الكرش والبطن بس كده، الجزء بتاع الحزام ده كده كله هو اللي عندي فيه مشكله، انزله لك ان شاء الله بوكس الحظ. بوكس الحظ النهارده للمحظوظين اللي هيلحقوا العرض، وعايزه اقول لك ان فوق كل الحاجات دي وبيوتين الشعر اللي نزل معانا هديه، والكريم النحات بجزيئات الذهب وكبسولات وعليها كبسولات، معانا النهارده كمان خصم 50% لاول 100 متصل. يعني اول 100 هيتصلوا هيحجزوا الكورس هياخدوا خصم 50%، هندفع نص سعر الكورس فقط، وهناخد كل الهدايا والتوصيل المجاني والمتابعه المجانيه. طب تعالي يا دكتور نشوف مع بعض حاله ثانيه. بنتكلم بقى هنا على العنصر الرجالي، الجسم طبعا شكله غير متناسق، لكن اكتر مشكله او اكتر منطقه فيها تجمعات دهنيه هي مشكله الكرش. مجرد ما نزل الحاله منطقه البطن او الكرش اللي عنده بتلاقي تحسن كبير وفرق رهيب في شكل الجسم. طيب نزل معانا هنا قد ايه؟ نزل هنا 16 كيلو في شهر واسبوع. لكن احنا بنركز على ايه؟ انا بركز مع الناس على قد ايه كيلوهات نزلناها، احنا بنركز على الـ الاماكن اللي انا نزلت لك منها الدهون، نزلت له الدهون من المناطق اللي كان عنده فيها دهون متكتله وصعبه وعنيده، فبالتالي الناحيه الثانيه خلاص هو من اول شهر خلص الكورس، وصل لجسم مثالي مع الشهر الثاني للنحت والتثبيت. حلو قوي، حلو قوي، والعروض حلوه قوي النهارده، وكمان الخصم حلو قوي 50%، ومعانا 60 كبسوله يعني شهرين، انت واخده عرض شهرين بنص الثمن. حلو جدا، وعليه كمان بيوتين الشعر الفتره دي، فتره المصايف والمناسبات والافراح وهكذا، محتاجين وقت التخسيس اهتم كمان بشعري، وعلى شرط بيوتين ده مناسب للرجاله ومناسب للسيدات، وكل ام بنتها عندها مثلا 14 15 16 سنه فهي حاسه ان شعرها مش احسن حاجه، في مثلا هيشان، تساقط مثلا، شكل الشعر ما فيهوش اللمعه اللي احنا عايزينها. حاجه مهمه جدا يا دكتور، ان الصيف والبحر والهواء والرطوبه اللي بتبقى في السواحل بتخلي الشعر يعني جاف جدا، بيتقصف بشكل طبعاً رهيب طبعاً. بتحسي ان انت لابسه باروكه فوق شعرك حاجه قد كده، فبتبقي محتاجه حاجات تساعد على ان شعرك يبقى مترطب كويس، صحي اكتر بالزبط. فالموضوع ده بيبقى مناسب جدا معانا في الصيف اكتر من الشتاء كمان. صح، يعني عواقب الشتاء بتبقى ليها حاجات تانية، بس في الصيف احنا كلنا بنعاني في الساحل، حتى مهما كان يكون شعرك ناعم الشمس ولطيف، الشمس والبحر والملح والكلور اللي جوه البيسين وتفاصيل كتيره قوي قوي قوي، وطبعا الشمس الكتيره على الشعر، في حاجات كتيره ممكن نكون ايه بنتعرض ليها بتاثر على شعرنا. فالبيوتين مناسب للرجاله وللسيدات والبنات الصغيره اللي عندها 15 16 سنه وعايزه تظبط شكل شعرها، البيوتين مناسب، لان ده اصلا حاجه انا طبيعي محتاجها جوه جسمي. صح. وده نازل النهارده معايا هديه لوحده كده بعيدا عن كورس التخسيس، ده هديه على العرض بتاعي. طب الكريم النحات، انت النهارده عندك منطقه البطن، عندك ترهلات، عندك كرمشه في الجلد، السيدات بعد الولاده منطقه البطن بيكون فيها خطوط لونها ابيض او احمر او كرمشه، يعني في الجلد. انا ممكن يا دكتور لو انا لسه والده ووزني مش 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 فكره وزن، وعايز اخد حاجه عشان تنحت لي المكان ده وتشد لي الترهلات اللي حاصله والخطوط اللي بتبقى موجوده، الكريم موجود، اقدر من خلال الكورس ده برضو استغل الكريم معايا النحات، يبقى حلو جدا معاكي. بالظبط. ليه؟ لان الكريم النهارده فيه جزيئات الذهب، فيه كولاجين يديكي نضاره فظيعه جدا جدا للجلد، فيه بي بي سي وال كارانتين عشان يفتت لك الاماكن اللي فيها تجمعات دهنيه، واخيرا فيه كاموميل وجليسرين والوفيرا جوه الكريم عشان يديكي ترطيب كبير قوي قوي للبشره. بالظبط كده.
طيب عايزين نعيد الكورس كله مره واحده كده ورا بعضه، عشان برضو اللي لسه فاتح التلفزيون وما شافش احنا قلنا ايه من الاول، لان ده لسه قايل اتصال كده في اول الحلقه، انا ما لحقتش اشوف يا شيف باول الحلقه. احنا هنقول دلوقتي الدكتور هتقول لنا احنا معانا الحاجات ايه اللي جوه البوكس، والبوكس سعره خصم 50%، يعني انت هتاخديه ببلاش لاول 100 متصل. اتفضلي. طيب الكورس النهارده بتاعنا كلمه السر ايه؟ بوكس الحظ. هيوصل لي ايه جوه الكورس بتاعي؟ الاساس اللي انا مقدمه لك النهارده علبه كبسولات 30 كبسوله تكفيك شهر كامل تخسيس 15 كيلو، عليها ثلاث هدايا قيمه. اول حاجه علبه كبسولات للنحت، نازله معايا هديه على العرض، يعني النهارده علبتين كبسول، حاطه لك كريم النحات بجزيئات الذهب هديه، وبيوتين الشعر كمان نازل معانا هديه، خصم 50% لاول 100 متصل، توصيل مجانا ومتابعه مجانيه طول فتره الكورس ان شاء الله. تمام، حلو قوي. يعني احنا اهم حاجة بنركز عليها بعد الكورس على طول وبعد الحاجات اللي جوه الكورس نفسه، ان احنا يبقى معانا متابعة. طب المتابعة هتفيدني في ايه؟ هتفيدني ان انا هبقى معايا دكتور من جوه الشركة نفسها بيتابع معاكي حالتك من الاول، بيعرف حالتك ايه عشان يديك المناسب بالنسبة لي. يعني ممكن يكون من جوه الكورس ده انت محتاجة تشيلي حاجة وتحطي حاجة تانية، فهو بيظبط لك الحاجات اللي تناسب حالتك. لو انت عندك لا قدر الله ضغط، سكر، اي حاجة، احنا بنبقى عارفين الحاله كامله من خلال الفريق الطبي اللي معانا، فيقدر يتابع معاكي ويقول لك كل حاجه. بيبقى عندنا دايما قلق من حته لا انا مش هخس، لا انا جربت زياده قبل كده، ممكن لو نزلت نص كيلو وفضلت يومين ما نزلتش حاجه فيبقى عندي قلق، لا انا كده مش هعرف اكمل. كل الكلام ده كله هو بيراعي النفسيه جدا جدا، وبيتابعك صحيا ونفسيا، ودي اهم حاجه برضه. وعايزه اقول لك كمان ان احنا ان شاء الله اللي بياخد الكورس هو بيبدا يلاقي نتيجه على الميزان من اول اسبوع، من 4 لـ6 كيلو. فانت مجرد ما تلاقي قدامك نتيجه على الميزان انت متشجع اصلا وبقى عندك حماس ان انت تكمل. صح. فاسبوع باسبوع باسبوع هتلاقي نفسك وصلت لرقم كبير قوي مع الكورس، وهتلاقي نفسك كمان معاك علبه كبسولات ثانيه هديه على العرض، فقدامك شهر كمان تنزل فيه وزن كبير ان شاء الله ونوصل ل 30 كيلو. زي ما قلت يا دكتور في اول الحلقه ان احنا بيبقى مجربين اماكن ثانيه مجهوله المصدر، مش عارفين هي ايه دي بالظبط، وبيدولك الحاجه وكده شكرا خلاص الموضوع خلص معاهم، فانت بتبقى عندك ياس او عدم ثقه في اي منتج تاني انت بتشتغلي معاه او بتبداي معاه ان انت تخسي. فالوظيفه بتاعتنا هنا مع الفريق الطبي ان هو يرجع لك الثقه اللي انت فقدتيها في اي منتج تاني، فتبداي تشتغلي معاه فتحسي ان الباور بتاعك والطاقه وارادتك لان انت تخسي وان انت تتشجعي ان انت تمشي على النظام بيبقى موجود. يعني احنا زي ما قلت لك الحته دي مهمه جدا، اهم من الدواء النفسية. الحاله النفسيه بالظبط، ان احنا نظبط النفسيه بس كده. فالنهارده فرصه لكل الناس، فالنهارده انا بشكرك جدا يا دكتور. شكرا لك يا انا بشكرك جدا جدا، انت النهارده اديتينا عروض حلوه قوي واديتينا معلومات حلوه عن الكورس، ودي اهم حاجه. بشكر دكتوره مي جدا جدا، كانت منوره وشرفاني. قبل ما اطلع من الهوا اعمل حاجه صغيره جدا لانها لسه ما اخدتش الوش بتاعي، هنبص على الفرن وبعد كده نخلص الحلقه ونخرج من الحلقه تماما. تعالوا بقى شوفوا معايا كده الجمال اللي جوه الفرن ده، الريحة خطيرة. يلا بينا، شايفين محتاجين بس ناخد وش احمر كده سنة يبقى دهبي حلو عشان نخرج الصينية، بنسيبها تبرد ما بنقطعهاش غير لما بتبرد تماما عشان نقدر نتحكم فيها ونعملها خرطات كده مربعة صغيرة زي البسبوسة كده، نقدر نتحكم فيها ونحطها في اطباق ونقدمها. وبكده خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها. عملنا العزيزيه وعملنا كمان عصير الموز اللي باللبن والزبادي، ونقدر نحط عليه كرم زي ما قلنا، عسل ابيض، نطعمه ونسكره كده زيكم باي حاجه موجوده عندنا في الثلاجه. وبكده خلصت حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.